سلام بنات، نقولكم بون فيت. هذا هو المعرض دولا صالون الوطني لعيد المرأة، وهذا هما لي بارش تاع المشاركين اللي استقبلناهم. الضيوف اللي كانوا معنا في صالة الافتتاح كانت راتية عدة، اللي نشكرها بالبزاف على حضورها. وكانت يوم المعرض لونس الأستاذ رفيق بابو، والفنانة عايدة أعببسة، ومصممة الأزياء اللي تعرفوها وتحبوها نبيلة شباح، ولي ما كاش لي ما يعرفش ويحب يعرف الأحوال الجوية شيخ فرحات. عندنا مصور ليزيفينمون المعروف والمحبوب الثاني أرتيست محمد باداش، كانت راضية بن الشيخ لانفيتاسيون تاعها ما لقيتهاش. بعد ما قلت لكم وريت لكم نوريكم دوكا لو كومبلكس بعد ما وصلنا ليه، كان فارغ ما في حتى واحد. وحنا اول حاجه نزيدو نوريوها لكم هي لي شالي اللي راح يكونوا فيها لي كانديدا. هذا هو لو سالون، وهذوك هما لي شامبر. هنا كانت كاتيا في دار ريسبسيون توجد كامل لي بابيي لي باتشي تو باش نستقبلوا المشاركين، وليلي كانت في الاكستيريور يعني في الدخله تستقبلهم وتوصلهم باسكو هي لا بلوبار تعرفهم. الو هنايا بعد ما يجي او يعني توصل اول مشاركه ولا كامل المشاركين، حاجه اللي نديروها نمدوا لها لو باتش تاعها لاكلي تاع لو شالي، وتروح تحط لو باجاج اللي عندها ولا لي فاليز، وتروح تستمتع بهاد لو بو بيزاج اللي راني نمتعكم فيه. اكو تشوفوا الحال شحال راهو شباب والبحر راهو كالم. على هادي بدلنا وغبرتينا لا دات، كان سيتي بريفو نديروها لو 4 اي لو 5 اي لو 10، عاودنا بدلناها بسمانه وزدنا تاني كيما راكم تشوفوا على جال الحال هذا اللي كان ما شاء الله. احنا تمتعنا والمشاركين كامل كانوا اليز وتمتعوا بهاد لو كالم تاع البحر. بعد ما وريت لكم البحر نوري لكم سهرة الافتتاح اللي يعني نحييكم ونحيي كل المشاركين اللي حضروا للصالون الوطني طبعا 11 اللي نظمته الجمعية الوطنية للتراث والحرف للأيادي الذهبية. هنا اكو تشوفوا حبينا لبسوا كامل لون واحد اللي هو الاحمر. عدنا هذيك لابلوز تاع لي شاف اللي نلبسوها دائما تكون كيف كيف، وحبينا تاني في لي ريسبسيون ولا لي سيمينار ولا حتى سهره الافتتاح تاع الانشطه اللي نديروها والاختتام نلبسوا تاني لباس موحد. هنا بعد ما حييناكم وحيينا الناس اللي راهي تسنى فينا في القاعه وهما تاني ما بخلوناش باش بالزغاريت اللي لقاو تفضل معنا تفضلنا سيداتي. هذا هو بعد ما دخلنا قعدنا وبدات سهرة الافتتاح اللي كنا فرحانين بزاف بها. هذا بعد تعب ما نحكي لكمش. الحادي عشر بطبعة الأيادي الذهبية. هذه الليلة راح تكون متميزة جدا بتميز الحضور، ومتميزة جدا أيضا بالمناسبة السعيدة التي سوف نحتفل بها جميعا نحن أعضاء الجمعية الوطنية للأيادي الذهبية، وأيضا الحاضرات المشاركات معنا الليلة. هذا التميز يكمن في احتفالنا باليوم العالمي للمرأة، وعلى غرار الدول العالم أعدونا احنا ماذا بينا راحتكم وماذا بينا نقدم لكم الأفضل، لكن دائما يكون تكونوا في بلاسنا ما تقدروش تكملوا من باس سويعة من لي زامبريفو اللي يكونوا انتم ما تشوفوهمش، احنا لينا دول نشوفوهم. الوغ اذا قصرنا دائما نقولها، وإذا شفتوا منا حاجة بلا قصد اسمحوا لنا. هذا باش نقول لكم، ونقول لكم مرحبا بكم والشكر
قالتي ما ننساوش المركب السياحي الصغيرات يفتح لنا بابه ووفر لنا كل حاجة اللي أنا محتاجينها. يعطيهم الصحة وخاصة فاتيرة. ألوغ ميدام مرحبا بكم، بون كوراج بور دوما لي زارتيست، يعطيكم الصحة شهاب الأستاذ تاعنا. وأول يعني بداية نبدأ بها هو الشكر لكل اللي راهم هنا واللي داروا الثقة فينا لي كانديدا، يعطيكم الصحة. شكر لي زارتيست اللي دائما متواجدين بقوة ويجونا بينيفول، يعني نأكد بينيفول، يقولوا باللي يحبوا دراهم ولا يتاجروا، بالعكس أنا نقول لكم يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. عندي أول شيء نبدأ به هو كل عام المرأة الجزائرية حية ومهنية، هذا هو شيء نتمنى لها. دائما المرأة الجزائرية حرة الفحلة، دائما مبدعة في الميدان تاعها ولا الحرفة تاعها، ولهذا هذا واجب لينا وكمسؤولين وكجمعية وطنية للتراث والحرف للأيادي الذهبية أنه نمدوا يدنا ودائما نفتحوا بابنا ونخل. هي كلمة اللي لقيتها، المشكل أنه البداية كانت هي النهاية، يعني الأولى هي الأخرى، كانت شوية تخربطة، زعما معليش خليتكم تشوفوا برك. ليسونسيال المهم أنه لا بريزونس تاعنا كانت، وانتم على بالي بلي حد فهموا. وصلة غنائية اللي افتتحها الفنان عادل، كانت لو ستيل كيما نقولوا الطابع العاصمي، ما نقدرتش نخليكم تسمعوها للاسف لانه اليوتيوب ما يسمحش انه هاد الاغاني تقدروا يعني تكون، ولا حي نحيلي لا فيديو ولا ينقص منها. الوغ هنايا تشوفوا هذيك الامبيونس فاميليا، كانه عرس تاعنا كامل، حتى المشاركين حسوا انه راهم في اون فامي واحده، عائله واحده، هذاك هو لو بوت حنا تاعنا. ثاني الوصله الثانيه كانت من عند الفنان شهاب عزيز. شهاب عزيز هو عضو في الجمعيه الوطنيه للتراث والحرف للايادي الذهبيه، ومسؤول على تنظيم كل سهرات الافتتاح والاختتام، يعني كل حاجه فنيه تتعلق بالتنظيم هو اللي ياخذها والمسؤوليه تاعو، لانه هاد سهره الافتتاح وهو من تنظيمه. ونقول له يعطيك الصحه، وعضو ناشط معنا وانسان ما شاء الله، يعني استروي، نقول لكم بلي عنده دكتوراه وفنان وعضو مؤسس في الجمعيه، يعني هذا الشيء زياده فينا ويشرفنا. ودايما على اوتور، يعني كي ياخذ اون تاش ولا ياخذ خدمه يديرها تلقاه يتقنها كانه راهو يديرها لدارو ولا لفاميلتو، وهذا هو تحت تصفيقاتكم وزغانيتكم يا نسوه. نستقبلوا اياكم فنانتنا راضيه عندها. راضيه اطلب منك تتوسطي هؤلاء النساء النسوه الجميلات. فوالا، تقوم سيده نوال ويحيى بتكريمك اليوم بمناسبه اليوم العالمي للمرأة، سوف تكرمين في الجمعية الوطنية للأيادي الذهبية. طبعا تصفيقات حرة للسيدة راضية عدة، سوف يتم تكريمها من طرف السيدة رئيسة المهرجان رئيسة الجمعية السيدة نوال ويحيى. مانيش نسمع كاع التصفيق وتولوين على راضية عدة. تصفيقات الحضور من فضلكم وزغاريد النسوة، تكريما للفنانة راضية عدة. راضية عدة انت بدورك راح تقومي بتكريم هاد الحرايم النساء المؤطرات داخل الجمعية الوطنية. انا بعد ما كرمنا الفنانة راضية عدة، وكرمت هي بنفسها المسؤولين بالميداليات والشهادات، سهرة الافتتاح كملناها، مازال المعرض ان شاء الله تشوفوه معنا.